لك انت جنيت راسم اغا؟ زيدان مات؟ لا صدقني لسه ما مات يا كابتن مروان، عم اقول لك كان راح يقتلني قبل شوي. لك انت يا راسم عم تلعب معي؟ هداك الواطي مات وانا قتلته بايدي. والله العظيم هذا اللي صار معي، انا ما عم اكذب عليك، هذا الواطي ما مات، انا شفته بعيني. بس هي المره اذا سمعتني اكيد رح نخلص منه ومن مشاكله الكثيره. كيف نفت منه؟ كيف؟ يا عديم الشرف، كأنه بسبع أرواح. بسيطة تمام راسم آغا، نحن رح نحميك، بس رح أرفع ضرائبك للضعف ورح تكتر مسؤولياتك ورح يزيد عدد اللي رح تبعتهم على الجبل. هلأ أنتو حموني بالأول والباقي مقدور عليه. كابتن مروان، الشيخ كمان من حزب الحزام، شفته بعيني عم يعطي للولاد دروس قرآن، وشفت عنده ناس من حزب الحزام. هيك لكان، هو كمان رح نخلص منه، حتى عملية التنظيف رح تبلش فيه. جهزوا لي حالكن، عنا شغل كتير اليوم. رح تجيبوا لي روس كلها خضرة بخضرة، بدي روس من حزب الحزام. مع الأسف كمان الاثنين فقدناهن، بعتذر كتير. وقفوا شوي، وقفوا الله يخليكن، خلوني شوف هذا ابني. وقفوا 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 وقفوا، تعال شوف، تعال. خدوا بعتوا لأهله بسرعة. طلع طلع هو هذا مو ابني. بس شو الفرق؟ هدول كمان عندهم أهل. طارق طمني شو صار؟ مع الأسف اثنيناتهم ماتوا. أنا رح روح وأحكي مع أهلهم، لأنه أكيد هلأ أهليهم رح يعملوا مشاكل. أنت ما بتعرفي المعروف الكبير اللي عملت لك ياه يا بنتي يا حنان. أنا كل همي إني أرحمك من هالبهدلة. أنا رح نفدك من ولادة ابنه لهداك المتخلف عبده. هذا الولد ما رح أسمح له إنه يعيش أبداً أبداً. لساتها نايمة؟ ايه نايمة. منيح، ما في داعي تضلي عندها، انتظري برا إذا بتريدي. انتظروني هون. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بابا سيفو، شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل مع هدول الزعران؟ يلا عالبيت لشوف. لا تخلي خلقي يطلع عليك. أنا كرمال ديني عم أعمل هيك يا بابا؟ أنا مسلم ما هيك؟ أنت اللي علمتني كل شي. مو من شان تطلع هيك، بالأول علمتك لحتى تكون قادر تعرف طريقك الصحيحة كتير منيح. علمتك تحافظ على الناس، مو تقتل وتذبح. بقتل الناس ما رح يكون اسمكم مسلمين. بعمايلكن هاي بتكونوا خدمتوا الشيطان. يا مجاهدين، رفقاتنا استشهدوا، ما لازم يروح دمه انهدر هيك. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! ليك سيفو، اللي بدي اياه منك هلأ ترجع لعقلك. لا تروح ورا هدول الناس، والله هذا الطريق مانو الطريق الصحيح. رح تموتوا وتروح عليكن. اللي عم تعملوه هذا حرام، رح تموتون عليكم قهر. استحي على عمرك وشيبتك يا خال، كيف عم تحكي عن شهدائنا هيك؟ رح احكي ابني. كلام شو وحكي شو؟ انا ما عم احكي على حدا، انا عم احكي عن ابني وبس. رح اخده على البيت، تركوه بحاله. صدقني نحن ما منلحق حدا ابدا، هو يلي بيلحقنا. اللي بيلحقنا بيخلص من الوسخ. إذا عندك عقل أنت كمان بتنضم إلنا، إذا ما رح تنضم بعد عن طريقنا.
يلا امشوا. سيفه ابني لا تروح. اترك الولد. لا تلمسوا ابني. يلا انت وياه. امشوا. امشوا. سيفه. انت منيح. انت منيح. سيفه. تحرك. شلون ابني رايح معهم؟ كأنهم غسلوا له دماغهم. أنا ما شفته هيك أبداً قبل هالمرة. يا الله دخيلك، أنت ساعدنا، راح الولد مني. امشي خلينا نوصلك على البيت. بلا ما تعبكم معي يا سيدي. لا ما في تعب. أصلاً رح روح لعند أهل الشباب يلي ماتوا، وبوصلك معي بطريقي. حنان شوفي. عندي مغص رهيب بدي هلا. دخيلك ساعديني. ماشي رح خبر الدكتور فورا. هلا بيجي. لا تخافي حنان. ايه لسه البيت بعيد؟ ضل شوي كابتن مروان. شو رح نعمل براسم آغا؟ هذا رح ناخده معنا وين ما رحنا. انتو كملوا. راسم آغا مهم كتير بالنسبة إلنا. هذا الرجال يعني ضيعة كاملة، فهمتين؟ هلا رح نلاقي له حل، بس بالأول نخلص أمورنا. لك إذا بتفوت لسابع أرض بدي لاقيك يا راسم آغا، بدي لاقيك. أمي وقف وقف وقف، شو عم تعمل؟ شو عملتي أمي؟ قدرتي تلاقيه؟ لا ابني، لا لقيت راسم آغا ولا زيدان مبينين. لا تترك ابنك إلون، نحن كمان رح نعمل يلي منقدر عليه، فلا تأكل هم. الله يوفقكم. عمي بترجاك دعينا كرمال الأرواح الطاهرة يلي اندفنت بهاي الأرض. دعيلنا الله يعطينا القوة. منو هذا؟ لا تخافوا، بيكون الشيخ إجا. ارتاحوا. شو ماني شايفة سيفه معك؟ ما إجا، ما بعرف كيف غسلوا له مخه لحتى ما عاد فهم علي نهائيا، بس ما رح أتركه هيك. لو بدي أعمل المستحيل رح رجعه، ما رح أسمح له أن يستخدموا اسم الله وكتابه لحتى يضحكوا على عقول أولادنا ويغرروا فيهم ويأذون. يلا افتح الباب. ابني خبي الجماعة فورا. افتح الباب. قوموا يلا يلا بسرعة ادخلوا لهون. يلا يلا بلا صوت. يلا مين هاد؟ يلا افتح الباب. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، شو بدكن؟ ولك يا واطي. ولك أنت كيف بتتجرأ تساعد حزب الحزام؟ كيف تساعدون لحزب الحزام؟ جاوبني. أنا لا معكن أنتو ولا مع حزب الحزام كمان، ما لي أي علاقة فيكن. لك وأنت عم تكذب كمان؟ ابنك صار من حزب الحزام وعم تعلم الأولاد دروس القرآن ببيتك، مزبوط ولا لا؟ أنا رح أرجيك هلأ شو عقاب الخاين. وقفوا وقفوا، شو عم تعملوا؟ وقفوا دخيلكن، تركوا والله وحكى معه، بس ابني ما رد. طبعا ولادكم بتسمحوا لي يروحوا لاي مكان، بس لعنا لا، مو هيك؟ اتركوه. ولك على شو معتمد لحتى تعلم اولادك وتدرسهم؟ مين مفكر حالك حتى تعلم الاولاد وتدرسهم؟ انا متقاعد يا ابني، خدمتي الرسميه انتهت، بس عم يشتغل هذا الشغل الخاص ببيتي انا كرمال الله يوفقنا. انتوا شو دخلكم؟ يا واصي
ولك قل لي مين اللي عم يدعمك لحتى عم تعلمهم. لك إذا مانك من حزب الحزام قل لي مين اللي دعمك لكان. لازم تفهم إنه أنا مالي ثقة إلا بربي وبس. هيك لكان ما بتثق بحدا غير بالله، معناها خلي الملائكة يساعدوك. بترجعكم لا تقتلوه، بوس ايديكم اتركوه، هو سند بيتي والله ما عمل شي مو منيح. خلاص صفية اسكتي، خليهم يعملوا اللي بدهم اياه. الو هلا وقت تعلي الرصاصة فيك انت، هات سلاحك ولك. بيتنا انكبس عليه مروان. قلتي لي كبسوا عليه؟ كان قلبي حاسسني. بسيطة، في مكان تاني؟ لا. شو رأيك بهذا البيت؟ شكله كتير منيح، لا بيلفت انتباه حدا، وبرا المنطقة كمان. مادام هيك الليلة نحن هون. مستحيل. ولك تركتك عايش، شو اللي بدك يا أكتر من هيك؟ أنت اللي تركتني عايش ولا أنا اللي قلت إنه ما بيحميني غير الله؟ اسمعني ولك، ابنك من حزب الحزام وأنت أبداً مو مبين مع مين. بيت التنظيم الجديد رح يكون هون، وإذا فكرت إنه تعترض طريقي مو رح أقتلك أنت، رح أبلش أقتل أهلك واحد واحد، فهمت علي؟ فوتوا لجوا. يلا لجوا. فوتي. شلحوا من رجليكم وكلكم فورا، نحن هون منصلي بهذا البيت. انت فوت لجوا وارتاح راسم اغا، رح تكون هون بامان. رح يناموا هون يا امي، سمعتيون؟ راسم اغا كمان هون، شو بدنا نعمل هلا؟ احرسوا البيت، اذا الناموسي بدها تدخل بده يكون عندي علم فيها. يلا روحوا. وينكن انتو ولا؟ هلا اللي عرفنا محلك يا اغا. اسمعني موسى، زيدان الكلب عم يلحقني، والله لولا شوي كان رح يقتلني هذا الواطي. انتو كمان رح تاخذوا نوبات حراسي حوالين البيت، وانتبهوا انتو وياه تلفتوا نظر. يلا روح. انا بامرك اغا. لا تخافوا ابدا، الله كبير، الا ما لقينا شي طريقه نطلع فيها من هون. انت من هون وانت لهنيك وانت روح هيك. هذا الواطي مناوي يعد عائل، هلأ إذا خبرت الشرطة عليهم أكيد رح يقتلوا هالمساكين. شو بدي أعمل هلأ؟ كيف بدي طلع هالواطي من هون؟ كيف بدي طلعه؟ دكتورة قليلي كيفه ابني؟ نحن مضطرين نسقط الولد. مستحيل، أنا ما بسقط الولد. دكتورة هالشي ضروري؟ هلأ وضعه كتير خطير، إذا مات ببطن أمه ممكن أنه يضره كتير. بهالوضع يا سيد عبده ما عنا حل غير أنه نسقطه. لا لا بعدوه عني، ما بعطيكن إياه، ما فيكن تاخدوه مني. حنان لا تعملي هيك، حاولي أنك تكوني قوية، أنت حياتك هلأ بخطر، لساتك صبية وبترجعي بتحملي مرة تانية إن شاء الله. لا ديالا لا، لا تقولي هيك، أنا بألفي يا ويلها لحبلت،
هذا ابني انا، لك انتو كيف عم تطلبوا هيك شيء مني؟ حبيبتي حنان انا جاي. بنتك عم تسقط ابنها، الف مبروك. ما تاكلي هم، انت رح تاخدي حقك، بس انت خليكي عم تعطيها الدواء. حابه انه اضمن الموضوع وما نترك الموضوع للحظ بعد هلا. ما تاكلي هم ابدا. يعني ما في امل يا دكتوره؟ حتى ولو امل كتير بسيط يعني. مع الاسف، حتى انه مقاومتها لحد هلا تعتبر معجزه. اذا قدرتوا تقنعوا حنان لبكره بيكون احسن. بكره رح نضطر انه نسقط الولد. عبدو، على الاقل هلا انت تكون الاول. وضع حنان ما بيتحمل ابدا. بتصرفك هذا عم بتزيد على وجعها. وجع دائما بيصير هيك يا ديالا. من زمان يا اختي اللي بدي اياه ما عم يتحقق ابدا. على الاغلب العله فيني انا. ليش حتى اقتل حالي على الولد؟ بعدين انا ما قدرت لحنان. لا، وبعدين رحت بدي اتجوز. يعني اختي ديالا، الله يسامحني، يمكن انا طمعت كثير بهالدنيا. بعد كل هذا القتل والظلم الظاهر انه لازم احمد ربي، وهلا انا عم بتعاقب على اللي عملته. اسمعني عبدو، هذا اللي بيقولوا عنه كل الناس انه اسمه الصحوه. ليك، بيقولوا انه سلسله العذاب اللي بيعيشها الانسان نهايتها بتكون كثير حلوه. معناتها لا تزعل اكثر من هيك عبدو، الله كبير، ما بنعرف شو حكمته من هذا الشيء. مشان هيك انت لازم تقنع حنان. ماشي اختي، بقنعها ان شاء الله. طارق، شو صار معك؟ زرت اهالي الشباب الميتين وعزيتهم ونبهتهم من تحريك حزب الحزام عليهم. بس ما بعرف يا ديالا، الناس بهيك ظروف بيكونوا خطيرين كتير. ان شاء الله ما يصير شي معنا. ان شاء الله طارق، طلعت نتيجة تحاليل حنان. الدكتورة طلبت انها تسقط الجنين. طارق فهمني، انت ما فيك تعمل اي شي، يعني كفرصة اخيرة. مع الاسف ديالا، هلا الدكتورة خبيرة بالتوليد وبتعرفي انه هذا مو اختصاصي، يعني تدخلي ما رح يكون له معنى. بسيطة، انا على الطريق لأوصل بنحكي. تمام. الو، شو اخذوا عدنان؟ كيف سمحتوا لهم؟ يا الله شو عم بيصير؟ انا هلا رايح يا بطل. بكره انت بتسافر، رح نبعتك لبرات البلد. شكرا اخي، الله يوفقكم. انا فكرت انه الدوله نسيتني وتركوني بنص الطريق. نحن ما بنترك حدا بنص الطريق، وبالأخص أخ مسلم مثلك. لا تفكر، نحن مسلمين ومدينين، بس الدولة ما بتسمح لنا. يلا أنت روح ودع رفقاتك كمان. إيه والله. ألو مروان، وصلتنا إخبارية، الواطية اللي قوص ميخائيل بكرة رح يهرب. الساعة 9 رح يكون على الحدود. ماشي عدنان، بكرة أنا بخلص على هالواطي. هنن قتلوا 2 مسلمين وسفكوا دمهم كمان. طيب وأنتوا يا مسلمين رح تسكتوا عليهم؟ إذا متوا بهاي الحالة رح تموتوا كفرة. هذا مو وقت الجهاد؟ أه؟ مو هيك؟ الموت للكفار! الموت للكفار! السلام عليكم يا أخواني المسلمين. وعليكم السلام. أنا من اليوم حر، ما في خوف للمسلمين من بعد اليوم. الحمد لله على السلامة يا أخي. الله يسلمك. الدولة حمتني وطالعوني اليوم. السلام مع الإسلام.
ضحينا بمسلمين اثنين سالم. مع الأسف سيدنا. هني راحوا على الجنة. مو طالع بالإيد شي. هلأ برأيي أهلهم يحكموا. هي صارت قضية تار هلأ. لا دم ميخائيل بيخلص دمهم ولا دم كل الإرهابيين. خليهم هنن يعملوا عزاهم ويدفنوا كمان كل جساسهم. وبرجعة الجنازات كلن رح نمشطن. فهمت علي؟ بكره رح يكون يوم ديننا دين الله. وانت خد معك كم واحد من الشباب وروح احكي مع اهاليهم، وبالاخص بدي قناصين ابطال من عشايرهم، وبدي رصاص مثل المطر. ما بدي اياكم تشفقوا عليهم، اصحكم ترحموا الكفار. ممكن لحظة من وقتك يا سيدنا؟ تعا يا سبعي، الوقت بيرخص لك. تعا. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا سيدنا. صار مثل ما قلت لي يا سيدنا، الدولة تركتني حر. الله يخلينا ياك يا سيدنا. الله يدملنا ياك فوق راسنا. اسمعني منيح، بكرة ما بدي يصير بالجنازة أي شي غلط. فهمت علي؟ كل شي رح يكون مثل ما خططنا إله. ما تاكلي هم أبداً، بالنسبة إلنا بكرة يوم الحساب. بمراسيم الجنازة أنت كمان مثل رفقاتك رح تكونوا مع أختنا حنان. فهمت علي؟ رح تساعدوها ورح تصبروها، ولا حدا من جماعة الدولة رح تدخلوا بيناتكم بالجنازة. رح تكونوا أنتوا بس، أنتوا يلي رح تحافظوا على أختنا حنان. عبدو، لو شو ما صار حنان ما لازم تكون بالجنازة. معروف يلي بدهم يساووا، رح يستفيدوا من ألمها ورح يعملوها مقبلات قدام الإعلام الغربي. بالأحرى رح يستخدموا هوية ميخائيل. ما تاكل هم يا دكتور، أصلاً ما فيها تروح، بكرة رح تفوت على العملية. طارق، شو عملتوا؟ حنان كيف وضعها؟ والله رح نخسر ابننا يا أخي أيمن. أنت شو عم تحكي عبدو؟ دكتورة قالت إنه لازم نسقط الولد، بس أنا ما عم بقدر أقنع حنان. بدي يلا أنت جربي حاكيها. عبدو رح يحاول مرة تانية معه. عبدو يلا منشان يروح أحكي معه. إيه طيب رح حاكيها. أيمن أنت شو عملت؟ قدرت على أغلب بيوت الطلاب وأقنعت الأكترية، بس الوضع كتير سيء. يعني بس نوجده بالمدرسة بنفس المكان رح تصير شغلات مو منيحة أبداً. أصلاً ميسوم مهاممها، دمروا المدينة، دمروها. اليوم وردتنا من منطقتنا بأرديل وقوع أحداث فظيعة قتل فيها الكثير. الرجل المنتسب إلى حزب الحزام والذي قتل الراهب ميخائيل تم الإفراج عنه من قبل الدولة، وحسب المصادر فإنه بعد الغروب تم الإفراج عنه وبشكل سري. شوفوا لك، شوفوا هدول شو مفكرين حالهم عم يساووا؟ شو عم بيحاولوا يعملوا؟ بالإضافة إلى أن القائم مقام في المنطقة السيد طارق كايا قام بزيارته لعائلات المتوفين من حزب الحزام، فترك لدى الجميع إشارة استفهام في الوقت الذي كانت فيه الأقاويل بين الناس عن العلاقة ما بين الدولة وحزب الحزام، فهو بهذه الحركة قام بتثبيت الشكوك. طارق، شو هالافتراءات؟ شو هاللعبة اللي عم يلعبوها؟ اجمعوا لي كل الدوريات. ايه هلأ بهذا الوقت فيقون يا أخي، يلا بلا ما يناموا. ما حدا رح ينام لحتى تزبط الأوضاع بالمنطقة، عم تفهموا؟ ما في نوم. حنونتي، انت لا تتعب حالك معي على الفاضي يا عبدو. أنا ما رح أعطي ابني لحدا.
لك اسمعيني شوي. عبدو اطلع لبرا. حنان بس اسمعيني. عبدو قلت لك اطلع لبرا. اتركني لحالي. طيب. تمام. تمام حنان. أنا طالع. أوه يا بابا. لو أنت عايش ابني كمان كان رح يعيش. ليش متت يا بابا؟ ليش؟ ما قدرت أنقذك بس. أنا رح أنقذ ابني. أنا رح أهرب من هون. ما بدي الطير يطير من دون علمي، مفهوم؟ طلع فيني ولك، والله لا بقلك، صرت أسطورة وبلاش. تعال شوف، امشي معي. يلا امشي. إذا طلعت صوت راسك بيصير شقفة. امشي. ولك ليك هالحالة اللي أنا صرت فيها. أنا شايف إنه هالرجال رح يعملني مثل قشر البصل. رح ياخذوا كل المال وكل عذابي باسنين من إيدي. زيدان هالغاطي، أنت اصبر علي شوي. اللحظة اللي رح أمسكك فيها رح أقتلك. وقف يا أخي، وقف وقف. هنيك العنبر، غرفتكم من هون. ماشي خالتي. تعال من هون يا أخي، من هون. بخيلك يا لند، افرع علي. اسمعني منيح، رح أعطيك فرصة جديدة. يعني إذا ركضت وما كمشوك بتكون نفدت. يلا لشوف. ركود ركود ولك. ركود ركود. ايك وهنيك، يلا بسرعة بسرعة ركود. ولا اخي اخي اجا يا امي. هلا بيسمعوك سكوت. تركيني يا امي، سمعتيون شو قالوا؟ شو بدك تعمل يعني؟ تقتل حالك؟ صوتكم شو عم تعمل انت؟ ولكم سكو واقتلوا لهذا عديم الشرف. لك هذا طلع بشبهني عن جد. ولك راسم آغا، اجا وقت الحساب هلا جايك. هاي المرة انت انتهيت، انت انتهيت يا واطي. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا يلا يلا. وأخيرا مات الواطي. هذا مو زيدان، هذا ملعوب من زيدان. الله يلعنه وقعنا بالفخ. اركضوا على البيت ولك، خلونا نلحقه. الله يقدر ويقتلوك يا زيدان الكلب. لا يا راسم أغا، لا. متوقع أن رجالك الأغبياء رح يلقطوني؟ زيدان، ولك أنت كيف دخلت لهون؟ امشي ولك، خلينا نخلص الحساب اللي بيناتنا. يلا امشي امشي. شو صار؟ ليكون قوصوا زيدان؟ تحمل شوي، رح نطلع من هون. يلا ركضوا ركضوا، يلا خلينا نلحق بسرعة. عاد انت، انا بروح بشوفهم. عادي هون، استني خلي الاجواء تهدى شوي. اي والله حرام هالجماعة، عصي هنيك وما تحركوا. استني شوي، اكيد رح نلاقي حل. زيدان تركني بقى، خود كل المال لك. الله يخليك لا تقتلني. هذا اللي بيهمك يا راسم آغا، المال وبس. ما في شي بيعوضني ولك. قتلت لي ابي وحرقت لي قلبي وقلب امي بهالغربة، رح تتحاسب. امشي. ها ليكو، قوص عليه.
هذا الصوت أنا رح روح خبر الشرطة. إيه ماشي. أنت بتضلي هون، لا تتحركي من مكانك. أصحك تطلعي لبرا، مفهوم؟ حاضر. يلا. ولك نحن كيف دربناكم؟ ها؟ نحن كيف دربناكم يا أغبياء؟ ما عرفتوا تحافظوا على رجال واحد؟ كان لازم دربكم بإيدي لحتى تعرفوا كيف بيكون التدريب. استعجلوا، تفرقوا لأقول إياهم. يلا أمرك كابتن مروان. يلا يا شباب يلا. إذا ضيعنا راسم آغا ضيعنا الضيعة كلها. أصلاً حزب الحزام عم بيقووا حالهم. شو ما عملتوا اعملوا، بدي إياهم. تحرك يلا. الأصوات انقطعت. جهزوا حالكم، هاي هي فرصتنا الوحيدة، رح نهرب من هون. يلا امشوا امشوا. يلا انت شو عم تعمل؟ ها؟ لك يا واطي، كنت رح تخبر علينا لكان ما؟ كنت بدك تخبر عنا ما؟ اتركه ابني، لا تضربه. انت مين مفكر حالك؟ إذا بده يجي شرطي واحد على هذا البيت، واحد بس، رح أخلص عليكم أنتوا الاثنين، مفهوم يا اختيار؟ بقتلكن ولك، فهمتوا؟ ما فيكن تخبروا حدا، أغبياء ما بتجوا إلا بالرص. أمي، شو رح نعمل يا أمي؟ جرحي صار كتير سيء، شو رح نعمل؟ لازم ناخد غسان على الدكتور، ليكي كيف صار جرحه؟ أي نحنا لازم نطلع من هون. اصبروا شوي وخلي الكل ينام، رح نلاقي طريقة نهرب فيها من هون، إذا مسكنا رح نروح فيها. يا شباب، نحن بوضع صعب كتير، أنا بعرف التوتر اللي أنتوا فيه، بس إن شاء الله رح نطلع من المحنة سوا، ولحتى ترجع الظروف الأمنية المنطقة كليات أمانة بين إيديكن. أنا مؤمن بقوة إرادتكن بهاي الظروف، وإذا هلأ بلشنا نفكر بالأحداث من البداية رح نلاقي حالنا بلعبة. لعبة يا شباب مخطط إلها منيح ومحسوب حسابها من قبل. بينقتل الراهب ميخائيل، وقبل ما تبرد الرصاصة بجسمه وقبل ما يترك مكان الحادث، الصحفيين بيغطوا الحدث فوراً. كيف صار هيك؟ كيف يا شباب؟ إذا الصحفيين بيعرفوا، أنتوا كمان لازم تعرفوا، فهمتوا علي؟ أنتوا كمان رح تعرفوا، عيونكن وأدنيكن رح يكونوا مفتحين. نحن ضمن لعبة كبيرة كتير، هاي اللعبة نحن مالنا غريبين عليها، وكل يوم عم ناكل ضربة من المكان نفسه. حلوة بحقنا، شو ما عملنا لازم ندمر هاي اللعبة. وهلأ اسمعوني منيح، رح تلاقوا هداك القاتل قبل ما يترك المنطقة، فهمتوا علي؟ وإذا اضطرينا شارع شارع وبيت بيت رح تدوروا وتلاقوه، رح نلاقيه. الموضوع بلش يمس شرف مهنتنا، حركوا كل مصادركن، ما حدا رح ينام لحتى ينحل هذا الموضوع. الموضوع مو بس موضوع أرتيل، حابب إلكن إنه نحن بموقع الهدف هون. إذا الدولة كلها واللي كمان ضدنا عم يستخدموا عقولن ليستخدموا أسلحتهم، نحن ما رح نستخدمها، بس نحن رح نوقف ضدهم، رح نستخدم عقولنا للسلام، رح ندمر المخطط الأسود تبعهم. يلا يا شباب، هلا عندكن شغل. أمرك سيدي. أطلقوا سراح القاتل من حزب الحزام، لازم نلاقيه قبل ما يترك المنطقة. كل استخباراتك وكل عناصرك وكل يلي عندك كلياتهم سوا رح يدوروا عليه. دكتورة قليلي، كيف كانت آخر تحليل إلها؟ يعني ضروري تسقطوا الولد؟ ايه مع الأسف عبدو، دكتورة غرفة العمليات صارت جاهزة. بس أنا لسه ما أقنعت حنان، شو رح نعمل؟ بعد هلأ رح نعمل أكتر من أنه ناخد موافقة حنان، للأسف رح نضطر أنه نسقط الولد من دون موافقتها.
حياة الأم صارت بخطر. فهمت. يلا روحي وحضري المريضة. يلا عبدو أمشي. فوتوا لك. فوت فوت. موضوعك هلأ انتهي يا راسم. رح أقتلك وعلى مهلي. رح تموت وانت عم تتعذب. كل ألم أنا شفته وكل وجع دوقته لأمي وكل شي عانى أبي وانت عم تموت رح تعاني. لا تقتلني زيدان، لا تسخفيني. أنا عمك، نسيت؟ كلامك صحيح، أنا غلطت، بس أنا كنت جاهل وأعمى. أنت سامحني واعفي عني كرمال الله لا تقوصني. صاير شاطر بالحكي، بس كل كلامك على الفاضي. مشان هيك رح خرسك، أحسن لأدني. وهلأ ما عاد في رجع منوب، خلص اجا وقت الحساب. لما كنت بالتنظيم مع هالكلاب تعرف، رح قلك كنت بعرف أكتر من طريقة للقتل، وأكتر وحدة أنه لفك بالنايلون وأحرقك، وقتها رح تكون نهايتك على الآخر. عملتها مرة وحدة بس، قبل ما تموت رح طفيك، بعدين رح تموت وانت عم تتعذب بجروحك. رح ورجيك جهنم يا كلب، رح تشوف جهنم. رح تموت وانت عم تصرخ يا راسم آغا، وانت عم تصرخ على أقل من مهل. رح تموت على أقل من مهلك. ابني ما رح فرط فيك أبدا، ما رح فرط. أمي حنان، شوفني لوين أخذوني مني. أمي مشان الله ساعديني. امشي بنتي امشي، تعي معي. يا بنتي مو هون. لا ابني ابني. لا لا، ما رح فرط بابني، ما رح اعطي لحدا، ما رح يقدروا ياخذوه مني. دخلك ساعديني، رح يقتلوا ابني. حنان، لك حنان وين راحت؟ عبدو اهدى شوي، ممكن تكون راحت على الحمام. ان شاء الله هيك. تعال ان شاء الله هيك. بوس ايدك، اعطيني شي لألبسه، برجع لك ياهم بس ارجع. طولي بالك، هون مشفى يا اختي، ليش حتى يقتلوا لك ابنك؟ انا منيحة كتير، بس انن هيك عم يقولوا، ما فهمت ليش. والله رح ياخذوا ابني مني. بوس ايدك ساعديني، الله يخليكي، والله برجع لك ياهم. طيب طيب، خذي البسه هدول. شكرا لك. ما انا موجوده هون ولا هون، رح شوفها هون.